ثم دنا من الإمام. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يحضر مبكرا لكنه لا يدنو من الإمام، بعض الناس ربما يحضر مبكرا وإذا به في الصفوف المتأخرة مع وجود أماكن في المقدمة قريبة من الإمام، فاحرص بارك الله فيك إذا أتيت أن تدنو من الإمام قدر ما تستطيع. ففرق بين الحضور مبكرا وبين القرب والدنو من الخطيب.